يا عم انجز يا عم، مفيش ما مصغرناش ابني. وحش يا ابني يا ابني. الو يا ابني، رخص. انت بتعمل ايه بس يا صاحبي؟ انت معاك وجع اهي. شو هتعمل باشا؟ عامل ايه حبيبي؟ صباح الفل. بيجي صباح الفل. امانه تخلي بالك على مصر، عايز بس اشوف الرخص بتاعت العربيه. انا سكاي نيوز وبيعملوا معايا تقرير وكده و... تمام. اهلا، ما شفتنيش انت خالص؟ ما اعرفكش والله. طب انا يوتيوبر يا باشا، يعني شرفت بيك والله. تمام، عامل ايه؟ شوف الرخص بس وبطاقة. فيديوهات شفتنيش؟ فيديو كومباوند. لا بطاقة. لما كان حد زرع قرنفل وانا بقول له يا عم ازرع مانجا نعمل مصلحه. طب بطاقتك؟ بطاقتي ايه؟ بقول لك انفلونسر يا قائد. يعني ايه انفلونسر؟ انا لو نزلت دلوقتي عندك على الكمين هتلاقي زحمه هنا في متصور وبتاع، فما بقاش شكلها مش حلو. بنزل وريني الزحمه بس. شموخ وانت بتقول لي قائد دي تقول لي. انا في الاول كنت موظف عادي جدا، موظف حكومه، فلقيت الموضوع عارف انت، بتقوم الصبح تروح الشغل، ترجع من الشغل تاكل تنام، تلاقي اليوم خلص. فبص لقيت بلايين بتجري، السنين بتعدي ما بعملش حاجه، مفيش اضافه يعني. فحاولت ان انا عايز اعرف انا عايز اعمل ايه برضه، فاتجهت شويه لموضوع التصوير. فحسيت ان في ممكن تعمل كرييت في حاجه او تفكر بره الصندوق شويه. لقيت موضوع التمثيل ده شدني، ما اعرفش ازاي وامتى وفين. يعني انت زارع ايه يا باشا قدام انا هنا؟ عندم ده قرنفل عشان الحشرات، وبيعمل ريحه حلوه الصبح خالص في الفرندا. قرنفل يا عم، احنا اسناننا وجعنا. قرنفل ايه؟ انا قدام الواحد دافع فلوس قدام الواحد، قدام الفيلا بتاعتي انا عايز شويه مانجا، شويه مانجا عويس، شويه بيض عجل. انا عايز كولكشن مانجا قدام، عايز اقوم الصبح ابص على مانجيتي. الحدوته الاول بفكر مثلا النهارده في كاركتر انا شفته في ارض الواقع حقيقي مثلا نرفزني، فبحاول اخده في الحته بتاعت ان انا بمثله. باخد الموضوع ارتجالي بس بحط له زي بيج لاين كده، لاين كبير. النهارده مثلا شفت واحد معدي واقف المهندسين مثلا 10 دقايق، لقيت عدى عليا يعني واحد بيبيع مانجا، واحده بتقرا الوضع وسايس وبتاع شاورما. بص في 3 دقايق فاهم. فلقيت مره واحده كده حسيت ان دي مصر كده على صغير فاهم. فحبيت ده فيديو انا عملته اصلا، فلقيت قلت الناس دي لازم ما تطلعها لل، ولا اللي هو بيقول لك انا عايز 2 جنيه وروح. ده انت دلوقتي بتلاقيه كل ما في تنزل تقف في اي حته. اقسم بالله انا ما بشحت، احنا شباب زي بعض. تمام. انا في حدوته حصلت معايا كده بس وتايه. عايز ايه طيب؟ معلش عايز اروح البيت بس، اديني 2 جنيه 5 جنيه. طب اوصلك. انت بتسمع حكايتي بسرعه؟ تمام. انا كنت راكب الدوده بتاع الدرين بارك، طارت هوبا وقعتني هنا، فتهت انا نازل ارض انا مش عارفها. فلو اي حاجه اروح بيتنا بس. طب انا هوصلك. انا ما بشحتش، انا بقول لك احنا شباب زي بعض. بقول لك هروحك البيت بدل ما ما تروحنيش، اديني فلوس انا اروح. وانا داخل موضوع السوشيال ميديا ده كنت عارف ان الموضوع زحمه، بس لما قدمت الحته بتاعت الفيدي لقيتها مختلفه شويه. فقررت انا من اللحظه دي ان انا اخد طريق لنفسي، انا ابتدي حتى لو هاخده من اوله، بس مش هنتاج منعك حد مثلا، او ابتدي من حيث ما انتهى. فحبيت انا القصه تبقى بتاعتي من اولها لاخرها. افتح محل كشري ركن وتعالى افتح هلا وسعر من هنا، افتح محل كشري ركن. شهره السوشيال ميديا نسبيه شويه، عشان هي موضوع الاودينس ده. انت ممكن تبقى في مكان مثلا قاعد في حته كافيه ولا حاجه، تلاقي 4 5 6 بيتصوروا معاك، وتحس مره واحده ان انت خلاص، وتلاقي خرجت بره الكافيه محدش شايفك اصلا. بس ايه؟ بس رد. تمام. انا عايز اوصل معاكم بقى لمرحله ان الكلاينت موبايله بيفصل من كتر تيرلين تيرلين. موضوع التعليق الفنانين ده جه من حته كنت بقول لحضرتك بتاع الافيه ده، اللي هو انت بتعمل افيه برضه. ما هو هناك في السينما الافلام الكوميديه بيبقى لازم يبقى ليها افيه عشان يعلم على الناس. فالحمد لله انا لقيت نفسي في الحته دي كويس يعني. فهو لما جالي في المسجات احمد امين، فبيقول لي يعني مش عارف، بيقول لي انا مبسوط بيك جدا وشفت كام فيديو افكارهم حلوه وبتاع. فطبعا انبسطت جدا يعني احمد امين، واللي انبسطت برضه في الكومنت بتاعه تويتر محمد عبد الرحمن، اللي هو دخل بيقول لي انت بتموتني من الضحك. بس تويتر ده بالنسبه لي في الكوميديا حاجه حلوه يعني. محمود، هو في حد يتقدم لواحده باربعه كده جاتو؟ هو انت عددكم كام؟ مش اربعه؟ ما انت كلتهم يا حبيبي انت واهلك قبل ما تمشي. انت جايين في تبذير يا مؤمن؟ ده انت ممكن تعملني بالفنان حمالات في الصاله. اسم الله على الكروكس اللي انت جاي تقدم لي بيه يا حبيبي. بتهوى على رجلك؟ فلان حمالات ايه اللي بنقابل بيها الناس دي؟ 100,000 جنيه مهر ايه و100,000 جنيه شبكه وعربيه اول ما نتجوز؟ قليل عليا يا محمود. قليل ايه ده؟ انت جدك مات من الجوع، ما في كلام، ما ينفعش. ما انت ابوكي جاي لي امبارح مطروح كاستور لحد تمشي. كاستور ايه؟ اهلي ايه؟ ده احنا كل سنه في مطروح، ده انتوا لسه بتركبوا العربيه السابعه راكب. طموحي الحقيقي ان انا امثل، لو ما عرفتش اعمل ده على الشاشه افضل مثلا على السوشيال ميديا بنفس الكونتنت ده.
تنسوش تشاركونا دايما بتعليقاتكم على هاشتاج البرنامج. نشوفكم الأسبوع المقبل في نفس التوقيت مع مؤثرون.